أمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا، وعاجل وزير النقل المصري يمنع كارثة، وعاجل مصر توجه رسالة جديدة لإثيوبيا حول سد النهضة، ورئيس وزراء إثيوبيا وتصريح خطير انتهت فرص التسوية السلمية مع العدو الأكبر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل مصر توجه رسالة جديدة لإثيوبيا حول سد النهضة. أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن مصر حريصة على استكمال مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا. أوضح الوزير خلال لقائه مايكل لوكونت رئيس الوزراء بدولة الكونغو الديمقراطية أنه ناقش خلال اللقاء تطورات قضية مياه النيل والموقف الحالي تجاه المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. أكد على حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية. وأكد الوزير على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة. أشار إلى طلب مصر والسودان بمشاركة أطراف دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، تشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاثة بشكل فاعل، لتعظيم فرص نجاحها خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي. أكد في الوقت نفسه أن مصر والسودان لن تقبل بقرار الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي. مصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل وزير النقل المصري يمنع كارثة. تداولت وسائل الإعلام المصرية صورة لوزير النقل المصري خلال منعه كارثة خلال جولة لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. ولاحظ وزير النقل المصري قيام إحدى سيارات النقل بالسير على مسار السكة الحديد لتحميل الرخام من الورش المقامة على حرم السكة الحديد بالمخالفة، والتي تعرض حياة العاملين بها والمترددين عليها للخطر. وتصادف قدوم أحد جرارات السكة الحديد القادم من حلوان إلى العباسية، مما كادت معه أن تحدث كارثة محققة، ولكن قائد الجرار استطاع إيقافه قبل الاصطدام بالعربة. وقرر وزير النقل التحفظ على السيارة واستدعاء شرطة قسم البساتين لتحرير محضر بالواقعة التي عرضت حياة السائق وحياة الآخرين للخطر وتسببت في تعطيل حركة سير القطارات. وأكد أن مثل هذه السلوكيات الخاطئة والسلبية تتسبب في إزهاق الأرواح ووقوع الحوادث. وناشدت وزارة النقل المواطنين باتباع كافة التعليمات المرورية وعدم السير على قضبان السكك الحديدية وعدم الاعتداء على حرم السكة الحديد، لأن ذلك يتسبب في وقوع حوادث تزهق أرواح المواطنين. مصدر معانا كان من صحيفة أخبار اليوم المصرية. طبعا شيء سيء جدا إن احنا نستخدم السكة الحديد في إن احنا يعني كسيارات نمشي عليها. طبعا احنا يعني بنخلي إمكانية حدوث حادث شيء مؤكد. الموضوع ده مؤكد، يعني السواق ممكن يروح فيها، أو ممكن لو حد قاعد جنب السواق، أو لو عربية خاصة ملاكي وعمل الحركة دي على السكة الحديد، هيؤدي لوفاة كل اللي في العربية، وممكن يعني يأثر على القطار ويأثر على راكبين القطار. طبعا شيء سيء جدا، والسكة الحديد يجب احترامها عشان ما يحصلش حوادث وكوارث تؤدي لحاجات يعني مش هنحبها كلنا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وأمر عاجل من الرئيس السيسي يفرح كل المواطنين والتنفيذ فورا. رئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار رقم 298 لسنة 2021
بالعفو عن بعض السجناء بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 23 يوليو، ويشتمل القرار على السجناء المستوفيين لشروط العفو الرئاسي. وكان الرئيس السيسي قد أصدر في إبريل الماضي عفوا رئاسيا عن العديد من السجناء قبل عيد تحرير سيناء في 25 إبريل وعيد الفطر. نشير إلى أن العفو الرئاسي متعارف عليه في المناسبات الوطنية والدينية، في حين أنه وفقا للمادة 155 من الدستور لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار العفو إلا بعد صدور حكم نهائي. ومع ذلك فإن مرتكبي بعض الجرائم لا يستحقون العفو، وتشمل هذه الجرائم تهريب الأسلحة والإرهاب وتهريب المخدرات بأكثر من 10 كيلو جرام وتجارة الهيروين بغض النظر عن الكمية والقتل الانتقامي. وتم الإفراج عن آلاف السجناء في مصر خلال السنوات الماضية بموجب عفو رئاسي. المصدر معانا كان من ايجيبت توداي ماجازين. طبعا الرئيس السيسي بيدخل الفرحة والسرور على قلب هؤلاء السجناء، اكيد يعني كان في حسن سير وسلوك، فبالتالي يعني مكافأة على الحسن السير والسلوك داخل السجن تم اصدار ليهم العفو الرئاسي، فده شيء جميل جدا. الرئيس السيسي بيدخل على قلب الاسر، اسر السجناء بيدخل عليهم الفرح والسرور بمناسبة عيد الأضحى. كل عام وأنتم بألف خير. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ورئيس وزراء إثيوبيا وتصريح خطير: انتهت فرص التسوية السلمية مع العدو الأكبر. رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد قال إن رسالة حكومته للشعب تجري كانت واضحة، حيث رغب في تجنب إصراع، وفي سبيل تحقيق ذلك قررت وقف إطلاق النار على أسس إنسانية. أوضح أحمد في رسالة نشرها على حسابه على تويتر أن هذه الأسس شملت السماح للمواطنين بالاستفادة من موسم الزراعة وإمدادهم بالمساعدات. أضاف أن ذلك حدث رغم علم الحكومة بأن السلام سيكلفها شيئا، وأضاف أن هذه آخر فرصة لتسوية الأمر بشكل سلمي، حيث يدفع الطرف الآخر نحو الصراع ويقود الأطفال والشباب إلى تعاطي المخدرات، وبالتالي على قوات الدفاع التزام أخلاقي لإنقاذ هؤلاء. وقال: ما دفعناه لشعبنا لم يؤت ثماره بعد. هذا المجلس العسكري يثبت أنه العدو الأكبر لإثيوبيا، ولا سوف نتحد ونفككه من أجل كل شعبنا. أشار إلى أنه من ناحية نعمل على تسهيل المساعدات الإنسانية، ومن ناحية أخرى نحبط هجوم الأعداء الخارجيين والداخليين. لقد دخل المجلس العسكري إلى الكهف وهو يبكي لوقوع المجاعة. وأضاف: عندما تم إعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية من أجل الناس، تخلى المجلس عن أجندة المجاعة وبدأ في شن الحرب والمجتمع الدولي، نسي أنه كان يتحدث عن المساعدات والمجاعة، واختار التزام الصمت حتى عندما تعلق الأمر بالأطفال. المصدر معانا كان من RT. طبعا يعني الحاج أبي أحمد بيتكلم عن يعني إقليم تجري وجبهة تحرير تجري، وبيكلمهم على أساس أنهم يعني من كلامه نفهم أنهم يعني بيوصل لهم مساعدات عسكرية عشان يكسبوا الحرب دي. فطبعا الشيء ده مهم في قضية سد النهضة. يعني على حسب كلام أبي أحمد بيقول أن مصر أو السودان بيدعموا جبهة تحرير تجراي ضد الجيش الإثيوبي أو الجبهة الحكومية من إثيوبيا، وننتظر حسب يعني ما الرئيس السيسي طمنا موضوع سد النهضة ده منتهي، وما ينفعش ان احنا نقلق. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الاخبار، اتمنى اكون خفيف على حضراتكم ومثقلتش عليكم بإذن الله. اشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.